صباح الخير مشاهدينا الكرام، مع إشراقة شمس يوم جديد بنبدأ حلقة جديدة وبرنامج هذا الصباح معكم من الآن وحتى العاشرة. مجموعة من الفقرات والتقارير والحوارات اللي بنتمنى أنها تنال أعجابكم بإذن الله. يوم جديد مليء بالأمل والسعادة والتفاؤل. النهاردة دار الإفتاء المصرية بتستطلع هلال شهر محرم لعام 1445. كل عام وحضراتكم بألف خير، وطبقا طبعا للحسابات الفلكية من المتوقع أن يكون العام الهجري يوم الأربعاء 19 يوليو بإذن الله. ربنا يا رب يجعله عام هجري مليء بالخير والسعادة والسلام علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية. نستعرض سويا أهم الموضوعات اللي هتكون معانا النهاردة. الأثار بتفتتح معرض أثري بالمتحف المصري بعنوان قرن من الحفائر والأبحاث في مقر رعمسة. من الموضوعات الأخرى اللي هتكون معانا اهتمام الدولة بالقطاع السياحي وقطاع الأثار ورصد 100 مليار جنيه لإحياء وترميم مباني الأثرية بمشروع القاهرة التاريخية. ده بجانب طبعا فقراتنا الثابتة ومعرفة أحوال الطقس وفقرة بروفايل وفقرة أخرى عن حدث في مثل هذا اليوم. نطلع لفاصل ونبدأ أولى فقراتنا معاكم في هذا الصباح. صباح الخير، معاكم كابتن محمد سمير. النهارده هنتكلم عن تفادي عدات البطن الكتيره والغير محسوبه، عن تاثيرها على العمود الفقري والباك ورقبتك. تعرف ان عدات البطن الكتيره او الغير محسوبه او العشوائيه ممكن تاثر على العمود الفقري والباك ورقبتك ازاي؟ ده تعالى اشرح لك ببساطه خالص. العمود الفقري بيكون واقف بالشكل ده، في عضلات بتشد من قدام وعضلات بتشد من ورا. فانت لما تتمرن تمارين بطن غير محسوبه وعشوائيه بتبدا العضلات اللي قدام بتشده بالشكل ده، فبيحصل لك خلل في التوازن بتاعك وبيحصل لك كيفوزس، بتبقى واقف بالشكل ده. طب ازاي احل الشكل دوت؟ فانا هديك حلين. اول حل تعمل استرتشات بعد اي تمارين بطن، وتاني حل تلعب باك اكستنشن او تلعب اي حاجه كتف خلفي. هنشوف التمرينين دول دلوقتي. واول حل احنا قلنا تمرينتين، تمرين باك اكستنشن وتمرين الكتف الخلفي. واول تمرين معانا يكون الكتف الخلفي بالشكل ده. امسك اي دمبلز او اي ويت وهبدا بالشكل ده، اعمل اكستنشن بالشكل ده للكتف الخلفي. تمام. تاني حل معانا هو الباك اكستنشن، وهيكون بالشكل التالي. الباك اكستنشن هيكون بالشكل ده. اول نقطه معانا هيكون الهيب بتاعك عند اول الجهاز، هننزل بالشكل ده. ظهر مفرود، ما ينفعش اعمل ظهر بالشكل ده، واطلع تاني. اخر الاكشن بتاعي كده، ما ينفعش ارجع بالشكل ده لورا. ستوب. وبكده تكون خلصت حلقتنا، ورب تكونوا استفدتوا، ونشوفكم في حلقة تانية. رجعنا لكم من جديد ونبدأ معاكم هذه الجولة الإخبارية وأهم التقارير وآخر مستجدات على الأحداث. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية بالعاصمة الكينية نيروبي. We'll be right back.
شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي التي عقدت في العاصمة الكينية نيروبي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن قمة نيروبي شهدت تناول عدد من البنود الهامة على صعيد العمل الإفريقي المشترك، خاصة ما يتعلق بمراجعة التقدم المحرز في مسار التكامل الإقليمي، وكذا تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية وتقييم دور كل تجمع إقليمي في هذا الشأن، إلى جانب الخطوات التي تم اتخاذها في مسار تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الإقليمية، بالإضافة لقصص النجاح في هذا الصدد. وقد ألقى السيد الرئيس كلمة في هذا الإطار، تناولت دور وكالة النيباد في تعزيز التكامل الإقليمي اتصالاً برئاسة مصر لها، والتي تأتي امتداداً للدور المصري الراسخ في تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك، خاصة ما يتعلق بتدعيم جهود تطبيق أجندة التنمية في إفريقيا 2063، بالإضافة إلى دعم خطط التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز التجارة البينية بها على وجه الخصوص. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الكينية نيروبي الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، وذلك على هامش مشاركة السيد الرئيس في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي. وقد رحب الرئيس الكيني بزيارة السيد الرئيس إلى نيروبي، مثمناً متانة علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومعرباً عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها. وعقب انتهاء فعاليات القمة، غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الكينية نيروبي عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن. على هامش قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي، أجرى زميل علاء رشوان حوارا مع السفير محمد عمر جاد مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، نتابع هذا الحوار. اختتمت القمة نصف السنوية التنسيقية للاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، اختتمت أعمالها واجتماعاتها بالعديد من النتائج التي من شأنها الدفع قدما في اتجاه تعزيز التكامل الاقتصادي القاري في القارة السمراء، بالإضافة أيضا إلى مد جسور من التعاون سواء بين التكتلات الاقتصادية الكبرى أو بين هذه التكتلات من جانب وبين شركاء التنمية الإقليميين والدوليين من جانب آخر. للاقتراب بشكل أكثر تفصيلا لنتائج هذه القمة، ينضم إلي في هذا اللقاء سعادة السفير محمد عمر جاد المندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي. برحب بسيادتك سيادة السفير. أهلا وسهلا يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين. لو سيادتك تدينا إطلالة سريعة على أهم ما خلصت به هذه الاجتماعات الخاصة بالدورة الخامسة من القمة نصف السنوية التنسيقية للاتحاد الإفريقي. يعني اليوم الدورة الخامسة للقمة التنسيقية المنتصف العام للاتحاد الأفريقي انتهت بعد يوم عمل كثيف الحقيقة، ولكن نتائجها كانت إيجابية للغاية. فلو خدنا على سبيل المثال ارتباط قضايا الاندماج والتنمية في القارة، فكان في كذا بند تم إصارتهم، من ضمنهم على سبيل المثال اتفاقية التجارة الحرة القارية، جهود الإصلاح المؤسسي في الاتحاد الأفريقي، وكذلك دور التجمعات الإقليمية المختلفة في التنسيق مع المنظمة القارية الاتحاد الأفريقي. ومن ضمن أبرز القضايا اللي أثيرت
كذلك تحديات السلم والأمن على التنمية في القارة. إذا نظرنا بصفة عامة لمختلف مناطق القارة الأفريقية اللي بتمثلها المنظمات الإقليمية، بنجد أن كلها حقيقة للأسف بتعاني من بعض التحديات الأمنية، بعض الأزمات، النزاعات، وطبعا الدليل على ذلك ما يدور بجيران مباشرين لمصر، سواء ليبيا الشقيقة أو السودان الشقيق. وبالتالي كان من ضمن النقاط اللي أثيرت كيفية الدفع لحل هذه النزاعات، أو على الأقل السيطرة على تفاقمها وانتشارها إلى دول أو مناطق أخرى. طبعا تحديات التنمية تم التطرق، لأن القارة الأفريقية رغم كل هذه التحديات إنما هناك فرص عديدة. فعلى سبيل المثال اتفاقية التجارة الحرة بتعطي الأمل، لأن القارة الأفريقية بها حوالي 1.4 مليار نسمة، وبالتالي سوق واعد، سوق كبير، بالإضافة إلى أن هناك حوالي أكثر من 30% من الشباب. فكل الفرص اللي بتتاحها هذه المنطقة القارية بتؤدي أن الاستثمارات، التجارة، وكذلك فرص لإنشاء خطوط ربط، خطوط بنية تحتية تستطيع من خلالها الدول الأفريقية المختلفة، القطاع الخاص الأفريقي، أن ينمو ويخلق فرص عمل. فدي كانت من ضمن القضايا اللي تم التركيز عليها. كذلك طبعا قضايا أخرى، التحديات اللي بتمثلها على سبيل المثال التغيرات المناخية، وكان السيد رئيس الجمهورية الذي شارك ورأس وفد مصر في القمة اليوم تناول في حديثه كذلك الأولويات والمخرجات من مؤتمر شرم الشيخ في شهر نوفمبر من العام الماضي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين القارة الأفريقية بتعاني من الآثار المدمرة للتغير المناخي، رغم أنها لم يكن لها ضلع كبير في إنشاء هذه القضية أو هذه المشكلة. فالانبعاثات من القارة ضئيلة للغاية مقارنة على المستوى العالمي، مقابل أن التأثير المباشر لهذه الظاهرة على أفريقيا ربما أكثر من مناطق كثيرة أخرى. تم تناول كذلك بعض الأطر اللي ممكن القارة الأفريقية تسهم من خلالها في العمل الدولي. فعلى سبيل المثال، وكما تعلمون سيادتكم، مجموعة الـ20، الاتحاد الأفريقي والقارة الأفريقية تشارك دوما ولكن بشكل غير دائم. فبالتالي هناك دفع بأن تصبح أفريقيا ممثلة بشكل دائم في اجتماعات مجموعة الـ20، وطبعا ده هيكون له أثر إيجابي في إتاحة رؤية أفريقيا للمشاكل الدولية. من ضمن القضايا الأخرى اللي تم تناولها في قمة اليوم وليها تأثير كذلك على دور القارة على المستوى الدولي، ما يرتبط بالأزمة الروسية الأوكرانية. وتم تناول الزيارة التي قام بها قادة من 7 دول مؤخرا شاركت بها مصر على مستوى السيد رئيس مجلس الوزراء، وكان لها حقيقة أثر في إرسال صوت أفريقيا، وأن التحديات اللي بتمثلها هذه الحرب لها تداعيات على القارة. ومن ثم كان الاتحاد الأفريقي، الدول الأفريقية بتسعى لإيجاد صوت وإتاحة كل الطرق الكفيلة بالبدء في حل النزاع. طبعا ما فيش حل مقترح حاليا، ولكن البدء في حل حالة الأمور هناك.
طيب أنا يتبقى لي الإشارة إلى نقطة هامة سيادة السفير، وهي نقطة المتعلقة بالإصلاح المالي والمؤسسي للاتحاد الإفريقي. ونعلم جميعا أن مصر كانت لديها رؤية واضحة باعتبارها أنها رئيسة اللجنة الخاصة بهذا الموضوع داخل الاتحاد الإفريقي. آخر مستجدات هذه القضية والأطروحات المصرية التي تقدمت، وعلمنا أنها لاقت قبول وإشادة من جانب الحضور في هذه القمة. بالفعل زي ما حضرتك ذكرت، مصر حاليا بترأس لجنة الموازنة في الاتحاد الأفريقي، ودي حقيقة من أهم اللجان في إطار الاتحاد، وهي لا تعني فقط بالقضايا الموازنة ولكن بصفة عامة بالإدارة العامة والإصلاح المؤسسي. فكان هناك العديد من الفرص لمحاولة إيجاد رفع كفاءة إدارة الاتحاد، وكذلك الإسهام في بلورة مؤسسات جديدة، ولكن كذلك إعادة النظر في بعض المؤسسات التي ظلت لعقود في الاتحاد الأفريقي وموروثة من منظمة الوحدة الأفريقية. وبالتالي نجد أن هذا موضوع مهم للغاية، لكذلك إيجاد نوع من الكفاءة في عمل الاتحاد ومواجهة التحديات الجديدة اللي بتواجه القارة. سيادة السفير محمد عمر جاد، مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، أنا بشكر سيادة جزيل الشكر على هذا اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. صدق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية وليسانس الحقوق ذكور وإناث، إضافة إلى بكالوريوس التربية الرياضية إناث والمؤهلات الجامعية التي تحتاج إليها قطاعات وزارة الداخلية. نتابع. عادلها والثانوية الأزهرية بحد أدنى 65% للعام الحالي والعام الماضي، وكذا الطلبة والطالبات من الحاصلين على ليسانس الحقوق بحد أدنى تقدير مقبول، والحاصلين على بكالوريوس تربية رياضية بحد أدنى تقدير مقبول. كما أعلن مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الأكاديمية للإعلان عن ضوابط ومعايير القبول بكلية الشرطة عن قبول دفعة من طلبة الجامعات في التخصصات التي تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات وزارة الداخلية بتقدير جيد. كما أعلن عن مواعيد جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء أمورهم في متابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة. إعداد عدة منافس لاستخراج صحف الحالة الجنائية وبيع الطوابع والدمغة ونسخ الأوراق والتصوير الفوتوغرافي الفوري واستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين، تشكيل لجنتين للاستعلام على بوابتي الأكاديمية الرئيسية ورقم 5 للرد على استفسارات المترددين، إعداد مركز لخدمة الطلبة الجدد داخل لجان تلقي الطلبات للتيسير على الطلاب والرد على استفساراتهم، توفير خطي تليفون مباشرين لتلقي أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق. ويتمتع الشرطة، يخضع المتقدمون للالتحاق بكلية الشرطة من كافة المؤهلات لاختبارات ثقافية ورياضية وبدنية وصحية، ويمثل اجتيازها نجاحا في الالتحاق بهذا الصرح الأمني المتميز والدراسة فيه وفق برامج تعليمية وتدريبية متطورة تؤهلهم لحمل مشعل أمن وأمان هذا الوطن. الإعلان عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة يفتح باب أمل للراغبين في الالتحاق بهذا الصرح الأمني المتفرد في أن يتقدموا ويجتازوا الاختبارات المحددة ليحملوا مشعل أمن وأمان هذا الوطن. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أقام حزب حماة الوطن حفل زفاف جماعي لعدد من أبناء مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. هنا العريش حيث عادت الفرحة تعم أرجاء وربوع المدينة بفضل جهود القوات المسلحة المصرية
واليوم تشهد أرض الفيروز فرحة أبنائها، حيث يقيم حزب حماة الوطن حفل زفاف جماعي لعدد من أبناء العريش، وذلك بحضور الأهالي وعدد من المسؤولين. محافظة شمال سيناء بالكامل كلها موجودة اليوم لتشاهد هذا العرس وهذا الزفاف الجماعي اللي بيتبناه أمانة حزب حماة الوطن بشمال سيناء تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. عدد كبير ساعدنا في زواجهم، زواج متكامل يعني في جميع التجهيزات، تم التجهيزات بمعرفة أمانة شمال سيناء، وفي حشد كبير جدا اليوم، حضرتك شايف الحشد بالألفات، الناس كلها سعداء بهذا الاحتفال اللي بينفذه حزب حماة الوطن. كل القيادات المركزية وكل أمناء الحزب وعدد كبير من السادة النواب النهاردة جاي بيحتفل بأبنائنا وبيحتفل بعودة سيناء من براسم الإرهاب الغاشم، وبيحتفل بانتصار قواتنا المسلحة والشرطة الباسلة على أرض سيناء. والحقيقة أجواء كلها بهجة وفرح وسرور. الحمد لله رب العالمين، احنا في يوم احتفال ويوم ازدهار ويوم جديد ويوم ميلاد جديد على أرض الفيروز الحبيبة، وبنبعث رسالة أمل من على أرض الطبيعة والجمهور اللي موجود والناس اللي على الأرض شايفة كلها إن احنا جاهزين، استثمار موجودين، تنمية موجودين، بنقول لكل العالم أهلا بيكم. بنشكر حزب حماة الوطن على الزفاف الجماعي، وإن شاء الله تتكرر مرات عديدة يعني، وألف مبروك للعرسان جميعا. ربنا يتمم لهم بخير يا رب إن شاء الله، ولولا حكمة سياسة سيادة الرئيس ما كناش قدرنا نقعد هنا في المكان ده وعملنا القصد الكبير دوت. ويستمر حزب حماة الوطن في القيام بدوره المجتمعي لتخفيف الأعباء عن كاهل أبناء الوطن، والتكفل بنفقات الزواج للعديد من شباب وشابات مدن وقرى محافظات مصر، تنفيذا لرؤية قيادات الحزب والقيادة السياسية لخدمة المواطن المصري والتواصل المباشر مع كافة فئات المجتمع. والله سعيدة جدا لأن ابن خالدي بقى له 6 سنين خاطب، والحمد لله ربنا كرمه وهو النهارده هيتجوز. قد ايه احنا سعداء باللي بيحصل النهارده، والاول مره في تاريخ حياتنا نشوف اللي بيحصل النهارده في سينا دوت. شيء جميل منكم، جميل جميل، وحياه الريس والله، حقيقي والله العظيم. انا مبسوطه خالص اللي ربنا كرم العرايس دي هون، ومتشكرين للريس، ومش عارفه اقول ايه، ربنا يخلي لينا يا رب. قول لهم شكرا على كل اللي عملتوه، على العفس وعلى الفرح وعلى كاتب الكتاب، على الفرحة اللي وصلوها لنا دي، حاجة جميلة وخلت الفرحة والسرور والسعادة على ناس من البلد، وإحنا جايين نشاركهم فرحتهم ونحضر معاهم التجمع الجميل ده. أولاً بنشكر ربنا سبحانه وتعالى والحمد لله، وبنشكر حزب حماة الوطن، وبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجيد العظيم ده. والله شكرا، احنا مش كلنا متوقعين ان يحصل كده، بس والله الفرح جميل، وعمري ما شفت فرح زي كده اصلا. بشكر اكيد حزب حماة الوطن على كل حاجه هم عملوها، احلى فرحه. حزب حماة الوطن وعد ونفذ وكتر الف الف خيرهم، وشكرا لكل من ساهم من اكبر واحد لاصغر واحد، ربنا يجزيهم خير ان شاء الله يتقبل منهم، الف الف شكر فخامه الرئيس. الله يبارك لهم والله، والله يعني ناس جدعان. يوم جميل، ليلة جميلة قوي، شكرا جدا سيادة الرئيس. بشكر حزب حماة الوطن على المجهود الجامد اللي عاملينه معانا. على مدار قرابة 3 أشهر استمر العمل على قدم وساق لإتمام كافة التجهيزات لهذه الليلة المميزة التي عمت فيها الفرحة أرجاء مدينة العريش، وأحياها نخبة من ألمع نجوم الغناء من سيناء وخارجها، وذلك بحضور العائلات والقيادات التنفيذية بالمحافظة والقيادات الحزبية. تواصل حملة 100 يوم صحة بالشرقية تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية للمستفيدين على مستوى الكشف المبكر من أمراض السكر والضغط والسمنة والاعتلال الكلوي وغيرها من الأمراض. نتابع هذا التقرير مع حضراتكم.
مديرية الصحة بالشرقية تواصل تقديم خدماتها الصحية والعلاجية على مستوى كافة الأمراض غير السارية، بالإضافة إلى صحة الأم والجنين وكذلك الكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدي، ليتجاوز من تم إجراء الفحص عليه بالشرقية إلى 300,000 مواطن. المبادرة هي عبارة عن أنها دمجت كل المبادرات وقدمت الخدمة في كل المبادرات في وقت واحد. ده كان شيء هائل جدا جدا. الحقيقة التوعية اللي عملها الشرقية ومحافظة الشرقية للناس على كافة الأصعدة هي اللي مخلية النهاردة الناس والمواطنين مؤمنين بالوحدات الصحية ومنافس تقديم الخدمة، عشان كده بيترددوا عليها. فريق صحي متكامل يقدم الخدمة سواء على مستوى مدخل البيانات أو من يقوم بإجراء التحاليل، مرورا بالفريق التوعوي والتثقيفي. بتدخل عليا المواطنة بسجل بياناتها على السيستم، وبعد كده بتروح تفحص وترجع تاني وبنسجل النتائج. المواطن بيجي لي بيسجل اسمه على السيستم، وبعدين بيجي لي هنا بعمل له الوزن والطول والضغط والسكر، وبعمل له اعتدال كالوري اللي هو وظائف كلى، بقول له كرياتينين. ده من سن 18 سنة لغاية فوق بقى السن 40-50 أو لكبار السن. مواطن محافظة الشرقية أشادوا بمستوى الخدمة الصحية المقدمة سواء على مستوى الفحص أو التحليل أو العلاج. النهاردة أنا كشفت واتطمنت على نفسي وعملوا لي كل الفحوصات والكشوفات وادوني العلاج بالمجان. والله أنا يعني جينا الواحدة بنصلح حالة فاس الكلام الصحي، ونيجي نشوف الواحدة شغالة ومظبوطة معانا وموردين مصلحة كثيرة هنا عندنا في البلد. عملنا تحليل السكر وتحليل وظائف كلى وضغط، والحمد لله المبادرة 100% الحمد لله. جيت هنا الوحدة وطمنت على نفسي، قالوا لي ضغط بصراحة وسكر، وعملوا لي فحص الثدي وكشفت اللي هو تبع الاعتلال. هذا الإقبال الكبير من جانب المواطنين والمواطنات على مستوى تلقي خدمة 100 مليون صحة يعكس أولا مدى الوعي الكبير الذي وصل إليه المواطن فيما يتعلق بمبادرات الصحة من جانب، ومدى اهتمام القيادة السياسية بصحة وأمان وسلامة المواطن المصري من جانب آخر. من محافظة الشرقية، محمد عبد الصبور، النيل. خلونا دلوقتي نتعرف على أحوال الطقس ودرجات الحرارة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة. ذكرت الهيئة في بيان لها أنه من المتوقع شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى البحر والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. طبعا الشبورة المائية بتعوق الرؤية للسائقين على الطرق السريعة إن كانت زراعية أو صحراوية، علشان كده لازم نتعرف على أحوال المرور من سيادة اللواء أحمد هشام الخبير المروري وأهم الاستعدادات والانضباط على الطرق السريعة والداخلية. صباح الخير سيادة اللواء. صباح الخير لحضرتك ولأسرة البرنامج والمشاهد الكريم، وإن شاء الله يوم مشرق سعيد للمصريين. إن شاء الله. طمنا على أحوال المرور وأهم الإرشادات اللي حضرتك بتقدمها للسائقين على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية. مفيش شك طبعا المعلومة، يوم الاثنين ورشة عمل رسمية للعاملين بأجهزة الدولة بكافة قطاعاتها الحكومية والخدمية والقطاع العام والقطاع الخاص، وده طبعا بينعكس على الشارع المصري في الساعات الأولى من الصباح الباكر نظرا لانطلاق الموظفين لعملهم والسادة المواطنين إلى كافة المصالح الحكومية والخدمية لقضاء احتياجاتهم. لذلك استعدت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبرى بنشر خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمستعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل. هذا بالإضافة إلى التنسيق التام والمستمر بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبرى لتتبع خطوط السير السريعة بمناسبة توجه السادة المواطنين الى المحافظات الاخرى مواطنهم الاصلي والمدن الساحليه عقب انتهاء امتحانات الثانويه العامه يوم الخميس الماضي لقضاء اجازه المصيف. لذلك قامت الاداره العامه للمرور بتعزيز وتكثيف الخدمات المروريه على الطرق السريعه الصحراويه والزراعيه
بمجموعات الدراجات المخافية والسيارات الإغاثة الفورية وسيارات الدفع الرباعي والأكمنة الثابتة والمتحركة للتأكد من التزام قائد السيارات بالتعليمات وقواعد وآداب المرور. معلوم إن احنا بنشهد ارتفاع شديد في درجات الحرارة يطلق عليه القبة الحرارية، وده نتيجة طبعا لانخفاض الجوي القادم من الهند المستنير. لذلك تعدت الإدارة العامة للمرور وكذلك إدارة المرور بكافة محافظات مصر بنشر ورش إصلاح على كافة الطرق والمحاور والميادين الهامة وأيضا أعلى الكباري للتعامل مع أي آثار مرورية قد تحدث نتيجة ارتفاع شديد لدرجات الحرارة. لذلك احنا بنناشد السادة قائدي السيارات التأكد من الصلاحية الرفانية للسيارة قبل التحرك من السيارة، وخاصة بالنسبة لسوائل السيارة وكذلك بالنسبة لفرامل اليد والفرامل الهوائية، وكذلك الإطارات بأنها تعمل بحالة جيدة وأن ضغط الهواء فيها مناسبة لسخونة الأسفلت مع الإخلال من سرعة السيارة وخاصة على الطرق الصحراوية، وذلك منعا لا قدر الله لأي شيء قد يحدث فيه ويضر السيارة أو من داخلها أثناء السير. ارتفاع شديد في درجة الحرارة ليه تأثير سلبي على حركة كثير السيارات، لذلك كان بنشر السادة قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال الأمن مع خفض السرعة حتى إن شاء الله تكون بإذن الله الرحلة سعيدة بالنسبة للمصريين. كافة مناطق الأعمال تم تعزيزها بخدمات مرورية مكثفة وعلامات إرشادية، وذلك لإرشاد قائدي السيارات إلى ساحات الانتظار إلى الطرق والمحاور البديلة. أيضا معلوم بالنسبة لما بعد الظهيرة وبعد انتهاء العمل الرسمي توجه السادة المواطنين إلى الأماكن السياحية المطلة على النيل وعلى المسطحات المائية والمراسي النيلية وممشى أهل مصر، لذلك تم تعزيز كافة تلك المناطق أيضا بخدمات مرورية مكثفة، وذلك لمنع الانتظار الخاطئ والوقوف الممنوع وإرشاد قائدي السيارات إلى ساحات الانتظار البديلة. اليوم في غلق كلي لكوبري العاشر في الاتجاهين، وكذلك غلق منزل الطريق الدائري المؤدي لمناطق زهراء مصر القديمة، حيث بيتم الآن إزالة كوبري العاشر وبهدف إنشاء كوبري بديل له والانتكام المنطقة بتشهد كثافات مرورية عالية، وذلك أيضا لتنفيذ مشروع أعمال تقاطع امتداد محور الحضارة مع كورنيش النيل مع إجراء تحويلات مرورية وعلامات إرشادية بنفس الموقع. حاليا بدء كثافات متحركة بمحور صلاح سالم في الاتجاهين وخاصة أعلى كوبري 6 أكتوبر تحديدا أعلى مسجد النور اتجاه الوسطى المعلقة اتجاه مناطق وسط المدينة، لذلك يفضل استخدام كوبري الفردوس المستحدث اتجاه نفق الأزهر اتجاه مناطق وسط المدينة. أيضا أعلى الطريق الدائري وتحديدا أعلى المروتية اتجاه ميدان الرماية يشهد حاليا كثافات متحركة نظرا لغلق الجزئي بنفس الموقع، لذلك يفضل استخدام محور بود الفرج الضبع. ايضا من الاتجاه الاخر بالنسبه لاعلى الطريق الدائري القادم من نفق النيه زهراء المعادي والمعادي اتجاه اعلى الدائري اتجاه مدير التجمعات الجديده بيشهد حاليا برضه بعض الكثافات المتحركه حاليا، لذلك يفضل استخدام محور حسب الله الكفراوي. مناطق وسط المدينه الحمد لله بتشهد سيوله مرورية، شرق القاهره حاليا ايضا بيشهد سيوله مرورية نظرا للكباري المستحدثه بنفس الموقع، بالاضافه الى محور جهاني السادات اللي بيكون مصاحب كافه الكثافات المرورية القادمه من محور زكي الحسين ومن مناطق الحي التاسع والعاشر بمدينه النصر. الحمد لله ايضا بالنسبه لجنوب القاهره بالنسبه للقادم من كورنيش المنير للمعادي اتجاه مناطق مصر القديمه وكوبري الملك عبد الله الصالح الحمد لله الامور فيها طبيعيه وبشهد سيوله مروريه. اما شرق القاهره بالنسبه للقادم من مناطق شبرا ودوران شبرا اتجاه مناطق وسط المدينه فبشهد بعض الكثافات المتحركه حاليا نتيجه بعض المواقف العشوائيه اللي بيتم التعامل معها فورا من قبل الخدمات المعنيه بنفس الواقع من جانب الاداره العامه لمرور القاهره. دائما وابدا في نهايه الفقره المرورية بنناشد السادة قائد السيارات مع تغير الاحوال الجويه الالتزام بتعليمات رجال المرور التعاون مع رجال المرور، وان شاء الله احلى سعيده للمصريين. نتكلم على حضرتك. احنا بنشكرك سياده اللواء احمد هشام الخبير المروري وشكرا على هذه النشره المروريه السريعه. نظمت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر مؤتمرا تحت عنوان مصر الرقمية أيقونة الجمهورية الجديدة لاستعراض الإنجازات في قطاع الاتصالات على مدار 9 سنوات الماضية والتي حققت نموا وصل إلى 5% خلال العام المالي 2022-2023. الرقمية أيقونة الجمهورية الجديدة مؤتمر نظمته دار التحرير للطبع والنشر، وذلك للحديث عن الثورة التكنولوجية الهائلة التي شهدها قطاع الاتصالات خلال 9 سنوات الماضية وكانت الطريق للجمهورية الجديدة. المؤتمر مهم جدا للتوثيق ما يحدث من تطور في الرقمنة في كافة أنحاء الجمهورية.
احنا في الحكومة المركزية اشتغلنا في انتقال العاصمة الإدارية وازاي هننتقل لجمهورية جديدة ذكية. وزارة الاتصالات مع كافة مؤسسات الدولة اشتغلت مش بس على الأنظمة لكن كمان تدريب جميع الموظفين المنتقلين على التحول الرقمي، المتخصص ليه تدريبات متخصصة والغير متخصص ازاي يفهم التحول الرقمي هيساعده شو ازاي في اداء عمله اليومي. المبادرة الرئاسية حقيقة كريمة عجلت بشكل كبير جدا في ان يبقى في تطور كبير في منظومة التحول الرقمي. لما نلاقي النهاردة العزب، النجوع، القرى بتطبق فيها منظومة التحول الرقمي، تغيير الكابلات النحاسية إلى فايبر، توصيل الألياف الضوئية إلى كافة هذه القرى والنجوع والعزب. عاوز أقول لحضرتك النهاردة أيضا هيتم شرح تفصيلي إلى رقمنة المؤسسات التنفيذية والقطاعات التنفيذية، لأن تعاملات الجمهور والمواطنين خلال هذه المرحلة والمرحلة المقبلة هتبقى بشكل كبير مع القطاعات التنفيذية. وخلال المؤتمر تم الإشارة إلى نمو قطاع الاتصالات بنسبة 5% خلال العام المالي 2022-2023، كما تم تدشين الإصدار الوثائقي الجديد من كتاب الجمهورية لتوثيق التجربة المصرية في مجال ميكنة ورقمنة الخدمات الحكومية. هذا الكتاب الوثائقي الجديد يرصد بالكلمة والصورة ويوثق تجربة مصر الملهمة في التحول الرقمي. علينا أن ندرك أن التحول الرقمي لم يعد طرفا أو مظهرا من مظاهر الحياة، بل أصبح ضرورة حتمية لمواكبة الثورة التكنولوجية. أعتقد أنه أيقنت أن الإدارة السياسية في مصر أيقنت بضرورة التحول الرقمي وبدأت هذا المشروع العملاق، حتى أصبح قطاع الاتصالات في مصر هو الأعلى نموا بين سائر القطاعات الأخرى لمدة 4 سنوات الأخيرة. عندنا لا يقل عن 4500 مكتب، وبالإضافة إلى الأكشاك والبريدية والسيارات المتنقلة. لو قسمنا خدماتنا هي خدمات بريدية، خدمات حكومية، خدمات مصرفية. احنا بنغير طريقة تقديم الخدمات في مكاتبنا، طورنا المكاتب وطورنا البنية التحتية والبنية التحتية الرقمية. وفي ختام المؤتمر أشاد الحضور بمنصة مصر الرقمية التي ساهمت في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل مميكن وتحسين جودتها تمهيدا للانطلاق إلى الجمهورية الجديدة. من يمتلك الرقمنة يمتلك المستقبل حقيقة، اتخذتها الدولة المصرية طريقا إلى الجمهورية الجديدة باعتبار أن التكنولوجيا الحديثة هي الأساس الذي تقوم عليه المشروعات القومية. أشرف مبارك، النيل. اختتمت فعاليات الكرة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة التي انطلقت على هامش مهرجان العلمين للرياضة الشاطئية. شهدت المدينة خلال الأيام الثلاثة الماضية مشاركة من جميع الدول العربية التي أشادت بتنظيم الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية. بعد 3 أيام من انطلاقه اختتم مهرجان العلمين فعالياته الرياضية بلعبة التكبل الشاطئية، والتي شارك فيها عدد من لاعبين من مصر ومختلف دول العالم، والتي تأتي ضمن فعاليات أجندة المهرجان. التكبل هي رياضة تأسست في 2014 من المجر، وهي رياضة تجمع بين البينج بونج وتنس الطاولة وكرة القدم، عشان الترابيزة بتبقى منحنية فبتسهل بتخلي الكرة لما تخبط في الترابيزة ترجع للعيبة بطريقة مختلفة. هي اللعبة الأسرع انتشارا من 2020، وقريب جدا هتكون يعني في الطريق انها تكون لعبة اولمبية، وكانت موجودة في الالعاب الاوروبية الاخيرة اللي كانت بتتلعب في 2023، وعشان كده تم اختيار تكبل انها تكون موجودة في مهرجان العالمين اللي هو افتتاحة المهرجان. المشاركون في المهرجان اكدوا ان استضافة مدينة العالمين للانشطة الرياضية المختلفة تؤكد جاهزيتها لاقامة الفعاليات الرياضية العالمية. هي هتبقى حاجة مميزة علشان نقدر نستخدمها في الدعاية للسياحة الرياضية. التاج بول لعبة بدأت تنتشر في العالم في السنين الأخيرة يعني، وفي لعيبة كرة كتير في أندية في دول مختلفة يعني، سواء اعتزلوا أو لسه بيلعبوا بيمارسوا التاج بول. هي مش مطلوب منك أنك تكون في سن معين أو محترف كرة يعني، ممكن أي حد يلعبها ولد أو بنت. هي بطولة عبارة عن زي تنس الطاولة، ترابيزة تنس الطاولة بس مايلة من ناحيتين، بيلعبها اتنين لعيبة ضد اتنين لعيبة، ليك ثلاث لمسات وبتحاول تخلص برجليك او بدماغك، ولو خلصت برجليك ودماغك اول مره ما ينفعش تخلص بنفس الجزء من الجسم ثاني مره. يعني دي حاجه مبسطه كده للتيك بول. بتتكون من 3 سيت،
و12 بوينت. لو كسب اول ست يعدي الثاني، كسب الثاني 2-0 بيبقى فينش للفرقه. تعادل 1-1 بيلعبوا ماتش فيصل، اللي بيكسب فيه بيبقى بيوصل خلاص. تستعد مدينة العالمين الجديدة خلال فترة المهرجان والتي تستمر حتى 26 من أغسطس في استضافة أنماط مختلفة من الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى إقامة المعارض والحفلات الفنية والأمسيات الثقافية. يختتم مهرجان العالمين فعالياته في اليوم الثالث والأخير بعد أن شهد مشاركة دولية، والتي جاءت لتؤكد أن العالمين الجديدة أصبحت مستعدة لاستضافة الفعاليات والأنشطة الرياضية العالمية. من العالمين الجديدة محمد الخطيب، النيل. افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني مسرح السامر بعد 31 عاما من الإغلاق، بعد الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى مرور 10 سنوات على ثورة 30 من يونيو، وذلك بحضور محافظ الجيزة أحمد راشد. نتابع. منارة ثقافية جديدة تضاف للصروح الثقافية المصرية بعد 31 عاما من الإغلاق، ليأتي افتتاح مسرح السامر بالعجوزة أحد أهم المسارح في مصر بعد تطويره ورفع كفاءته بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وعدد من المسرحيين والنقاد والمبدعين، حيث تضمن حفل الافتتاح عروضا فنية ومسرحية. مسرح السامر مسرح عريق ومتخصص في الفن المسرحي الشعبي، مغلق من سنوات عديدة، أكتر من يمكن 25 سنة لأسباب عديدة كان أغلبها فني. الحمد لله تم تدشين بداية التطوير في عام 2021، والحمد لله يعني استكملنا خطة التطوير، والنهاردة إعادة تشغيل وافتتاح مسرح السامر. مسرح السامر أنا يمكن حضرت تدشين أعمال تطوير المسرح في عام 21، ومن وقتها المحافظة قامت بكل الإجراءات اللازمة من حيث التراخيص والمتابعة للانتهاء من المسرح، نظرا لأهميته وخدمة يعني المواطنين في محافظة الجيزة وغيرها. ويمتد مسرح السامر في ثوبه الجديد على مساحة تصل إلى 1800 متر مربع، ويتكون من طابق أرضي يضم قاعة لكبار الزوار وصالة المسرح الرئيسية التي تمتد على مساحة 600 متر مربع وتسع ل 350 مشاهد، حيث شملت أعمال التطوير تغطية المسرح بالكامل وتجهيزه بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة. أنا داخل المسرح النهاردة وأنا فعلا في حالة بهجة غير عادية، يعني مبروك لينا، مبروك الحركة الثقافية، حالة حركة المسرحية المصرية. الثقافة الجماهيرية صرح ضخم في وزارة الثقافة، هي اللي بتتبنى المواهب الشابة في النجوع والكفور والقرى، وهي اللي بتدفع بيهم كدم جديد للتيار الفني داخل بلدنا العظيمة مصر. كان مسرح السامر الشعبي تأسس في سبعينيات القرن الماضي، وقد شهد قبل إغلاقه عددا من العروض الفنية لعشرات من فرق الفنون الشعبية، وبخاصة فرق الإنشاد الديني الشعبية، والتي قام باكتشافها الموسيقار الراحل زكريا الحجاوي. يفتح مسرح السامر والذي يعد أحد أهم المسارح في مصر أبوابه للجمهور من جديد بعد توقف لمدة 3 عقود، بعد الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، ليمثل صرحا ثقافيا لإثراء الحركة المسرحية ويكون متنفسا لعروض فرق الأقاليم. من أمام مسرح السامر بالعجوزة، أحمد ممدوح، أني.
تحول منزل في قرية بيشة عامر بمدينة الزقازيق المصرية إلى مكتبة تعجب الأطفال الشغوفة بالقراءة. يوجد في كل ركن من أركانها أحدهم يقرأ كتابا. بدأ محمد عبد العزيز وهو أحد سكان القرية هذه المبادرة بهدف توفير الخدمات الثقافية التي يحتاجها أطفال المنطقة بشدة. وحول فتحي الذي يبلغ من العمر جزءا من منزله إلى مكتبة حيث يأتي الأطفال للقراءة أو استعارة ما يصل إلى 5 كتب في الأسبوع. اتفق مع مكتبتين عامتين على استعارة حوالي 2000 كتاب لتعليم أطفال قريته. وانضم إليه منذ ذلك الحين أطفال من قريتين مجاورتين ويتردد على مكتبته الصغيرة بشكل منتظم 500 طفل تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و20 عاما. يمارس الأطفال الأصغر سنا القراءة والكتابة والتلوين ولعب الشطرنج، بينما يتلقى الزوار الأكبر سنا تدريبات على التسويق وعلوم الكمبيوتر والبرمجة. كما تقدم المكتبة برامج محو الأمية لكبار السن الذين لا يستطيعون القراءة أو الكتابة. ويأمل فتحي في الحصول على مزيد من الدعم حتى يوفر مساحة أكبر للأطفال وينفذ فكرته في قرى أخرى. نروح للأردن حيث يساعد تطبيق أردني المزارعين على إدارة محاصيلهم بهدف مساعدتهم على التحول إلى الزراعة المستدامة اقتصاديا واجتماعيا في جميع أنحاء البلاد. ولدعم عملية رقمنة الخدمات الزراعية في الأردن وقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والمركز الوطني للبحوث الزراعية في الأردن اتفاقية لبناء القدرات لاستخدام تطبيق مع المزارع على الهاتف المحمول لتقديم إرشادات عن تربية الحيوانات والممارسات الزراعية الجيدة والطقس وتقويم المحاصيل. ووفقا للبنك الدولي بيعتبر الأردن من أكثر دول العالم التي تعاني من ندرة المياه ويواجه أزمة مياه حادة، إذ أن نصيب الفرد من المياه سنويا 97 مترا مكعبا فقط. وأدى النمو السكاني وتدفق اللاجئين وتغير المناخ على مدى العقد الماضي إلى تفاقم أزمة المياه في البلاد. وبعد مرور عامين على بدء تدريب المزارعين على استخدام التطبيق الذكي، قالت الفاو إن معظم الناس يستخدمون المنصات الرقمية كملاذ للتغلب على التحديات الحالية. أقدم مجموعة من أطفال مدرسة في البرازيل على إزالة قطع من البلاستيك والقمامة المتناثرة على رمال شاطئ ريو دي جانيرو أثناء نزهة لتعليمهم أهمية حماية البيئة. عقب ذلك منحت منظمة اليونسكو المدرسة ختم المدرسة الزرقاء الذي يعترف بالمبادرات والبرامج المدرسية في جميع أنحاء العالم بهدف حماية المحيط الأطلسي. ويتمثل الهدف من المبادرة في تثقيف وتطوير الوعي وتشكيل جيل يفهم أهمية المحيطات في استمرار الحياة على الأرض. وتأتي هذه المبادرة في وقت يخشى العلماء من أكثر من 90% من الإمدادات الغذائية البحرية في العالم معرضة لخطر التغيرات البيئية زي ارتفاع درجات الحرارة والتلوث. بكده مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية هذه الفقرة. وقبل ما نختم معاكم فقرتنا نروح لفقرة بروفايل وفنان قدير راحل يمكن اشتهر بدور الأب ولقب بأبو السينما المصرية. النهاردة بتمر الذكرى 58 لرحيل الفنان الكبير حسين رياض أو حسين محمود شفيق اللي ولد في حي السيدة زينب في 13 يناير
يناير عام 1900 من أب مصري وأم سورية. حسين رياض صاحب رصيد فني حافل تتجاوز أدواره السينمائية حاجز 200 فيلم بالإضافة إلى ما يزيد عن 250 مسرحية، وزي ما قلت لقبوه بأبو السينما المصرية، وأتبعت كل أدواره ما جاء في محاولة للحاق به. كانت بدايته الفنية في المسرح وصنع هناك نجوميته التي فتحت له الطريق على مصراعيه لدخول الفن السابع بعد ذلك من الباب الملكي. من أشهر مسرحياته عاصفة على بيت عطيل تاجر البندقية، لويس الحادي عشر أنطونيو، و كليوباترا مدرسة الفضائح، القضاء والقدر الناصر، العباسة، شهرزاد، والعشرة الطيبة. عمل مع يوسف وهبة، وعندما افتتح مسرح رمسيس في أوائل عام 1923 عمل رياض أيضا في فرقة فاطمة رشدي لعدة سنوات، كما انضم لعدة فرق مسرحية كبيرة منها فرقة الريحاني ومنيرة المهدية وعلي القصار وعكاشة واتحاد الممثلين. وقدم حسين رياض ما يتجاوز 150 مسلسلا إذاعيا مستغلا قدراته الصوتية الكبيرة التي رسخت لحقيقة موهبته كفنان شامل، وهو ما جعل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يتوجه بوسام الفنون عام 1962. توفي حسين رياض في مثل هذا اليوم من عام 1965 بأزمة قلبية قبل أن يكمل فيلمه الأخير ليلة الزفاف. والآن نروح لموجز لأهم الأنباء ونجلاء الجعفري. شكرا لك شروت، وأهلا بكم.